السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اكتيفيتي. اليوم ان شاء الله غادي نتناولوا فيديو حول الباي بال. شنو هو هذا الباي بال؟ باي بال هو بنك افتراضي كاين على الانترنت، كيمكننا من ارسال واستقبال اموال من خارج البلاد او حتى من داخل البلاد. علاش كنستخدموا باي بال ولا شنو هو الغرض ديال باي بال؟ انا في هذا الفيديو هذا بغيت نبارطاجي معكم واحد الانفورماسيون اللي هي مهمه. باي بال او لا اي بنك افتراضي واحد اخر من غير باي بال، كاين بايونير، كاين باير، ولكن علاش باي بال بالضبط هو اللي اختاريت وهو اللي انا نيت براسي فاتح فيه كونت؟ حيتاش اولا حيتاش هو مشهور ومعروف، زيد عليها ما فيش مشاكل بزاف، ما عمرت عارف عليه مشاكل مؤخرا. واحد تقريبا واحد 9 شهور دابا كيف ما شفتوا على انه البنك ديال باير طرا فيه واحد المشكل. الناس كلهم اللي كان عندهم حساب او لا فلوس في باير كان مشى ليهم الحساب ديالهم، داكشي علاش كنفضل باي بال. باي بال قديم ومعروف وكيخدم فيه وكيخدم به اغلبيه ديال الناس. علاش كنستخدموا الباي بال؟ باي بال على حساب الفيديوهات اللي غندير مستقبلا غنستخدموه جوج حوايج. اولا استخدام لاجل الامان، يعني مثلا فاش غتربط هذا الحساب هذا مع واحد الحساب ديال البنك اللي كاينين هنايا في المغرب، البنوك الاخرين بحال البريد بانك ولا بي ام سي ولا سي اش ولا بي ام سي، المهم فاش كتربطو معاهم وبغيتي دير دي ترانزاكسيون على برا او على داخل المغرب، حتى على داخل المغرب، ومشيتي حتى شريتي بديك لاكارت بونكير ديريكتومون، فراك نتا معرض للقرصانه للسبام. يعني يقدر شي واحد يسبامي لك داك الكود ويولي تيشري يسبامي لك داك الكود ديال لاكارت بونكير ويولي هو تيشري على الحساب ديالك، هو تيشري وانت كيضيع كيشري بحال هكا تيشافر لك الكونط تيشري به. داكشي علاش من الاحسن يستحسن ويفضل اننا نربطو لي والكونط ديالنا اللي في الواقع مع الكونط اللي فيرتوال اللي هو الباي بال. فاش ممكننا نستخدمو هذا الباي بال؟ اولا كما قلت في البدايه ديال الفيديو ممكن نستخدموه في استقبال اموال من برا، بالنسبه للناس اللي كيخدموا في الفريلانسينغ، كيخدموا في مثلا هكا كيخدموا في الانترنت، او لا ممكن تصيفط به الاموال. مثلا بغيتي كما قلت لكم بغيتي دير دي ترانزاكسيون، بغيتي تشري شي حاجه من الانترنت، بغيتي تشري شي حاجه من امازون، علي اكسبريس، بانغود، غيربيست، بغيتي تشري من المواقع اللي معروفين سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. ومن المميزات اللي فيه انه ما فيهش بزاف ديال الاقتطاعات، يعني تيقطعوا لك واحد النسبه معينه. بالنسبه لليتيه مع واحد لاكارت بونكير فراه الفيرسمون كيدوز على حسب ما كنظن كل شهر اولا كل 15 يوم. المهم الا طلب شي فلوس قبل باش يدوز من الكونت فيرتوال للكونت بونكير اللي عندك اللي فاتحو نتايا في شي بنكه، درتي داك الفيرسمون فراه كيقتطعوا لك واحد النسبه كبيره مقارنه الى هما فيرساو لك راسهم. واخا ندوزو دابا لطريقه التسجيل. طريقه التسجيل سهله جدا، سواء من الاحسن ندخلوا للسيت عن طريق جوجل كروم، كتدخل سيت تطابي باي بال كيطلع لك باي بال بوان ام ا، كنبركو عليه، من بعد كنكليكو على كونيكسيون، كنتخطاو هادي وكنبركو على التحت كاع كاينه اوفغيغ ان كونت، كيعطينا جوج كونت بارتيكولير ولا كونت بروفيسيونيل. نخليه كونت بارتيكولير وراه كاينه امكانيه من بعد ملي تفتح الكونت انك تقلبو تردو بروفيسيونيل. كتنزل لتحت كتبرك على كونتينيو، من بعد كيبداو يعطيوك هنايا غتعمر البلاصه يعني البلاد فين ساكن المغرب، غتخليها هي غدوز، غيعطيوك تدخل النيميرو دو تيليفون ديالك غتعمرو، غيصيفط لك واحد الميساج فيه 6 حتى 7 ديال لي شيفر غتكتبهم، غطابي على ديك البوطون اللي لتحت غتعطيك تدخل من بعد لي دوني ديالك، غيعطيوك تدخل لادريس ايميل، السميه والكنيه، ويعطيوك دير مود باس. للتنبيه فقط هاد الجيميل اللي غديرو هنايا خصو يكون جيميل، خصو يكون ايميل ديال الجيميل، هذاك الايميل اللي غتكتبو الفوق في الخانه الاولانيه اللي عاطين خصو يكون ديال جيميل ديجا مصاوبو، يعني خصك تمشي تصاوب الجيميل هو الاولاني عاد تمشي تعمرو تما باش يبقاو يوصلوك لي نوتيفيكاسيون ديال بيبال، طرا شي تحديد طرا شي حاجه توصلك في داك الجيميل، ما تعمرش الجيميل من راسك. من بعد كتبرك على كونتينيو، تعطيك تعمر التاريخ فاش تزاديتي، كيعطيوك دير
البابي اللي غادي من خلاله تعمر لي دوني اللي تابعين، يعني باسبور ولا لاكارت. انت تختار لاكارت ناسيونال، غيعطيوك تدخل الرقم ديالها، من بعد غادي يعطيوك تدخل لادريس وتبقى كمال في لي زيتاب حتى تساليهم. بالنسبه للكود بوستال فراك غادي تنقاه يا اما في الورقه ديال الطو يا اما في الورقه اللي كتجيكم من البوسطه. ما لقيتيش غتدخل لواحد السيت، تدخل للسيت ديال البريد بنك وتكتب في جوجل بريد بنك كود بوستال، غادي يعطيك تقلب على الحي ديالك فين كاين المدينه هي الاولى، تقلب على الحي ديالك فين كاين قدامه، غادي تلقى كود بوستال، غتشدو دير ليه كوبي، غتقولي تمايا وغتكمل لي زيتاب عادي. من بعد غيعطيوك جوج ديال الخانات، الاولى غادي تنقزها، الثانيه غادي تكوشي فيها، من بعد غادي تبرك على اوفري كونت. ايوا ومبروك عليك ولا عندك كونت باي بال. هذا الكونت باي بال هذا كيف ما قلت لكم كليكم تليوه مع كارت بونكير، حنا غادي نشوفو كيفاش ليوه. كتبرك على واحد الخانه هنايا تيعطيك تعمر لي دوني عاوتاني، كتعمر النمره لو نيميرو دو كونت بونكير، كدير اشمن ماركه عندك ديال لاكارت بونكير، واش فيزا ولا ماستر كارد ولا شي نوع واحد اخر. من بعد كدير واحد الرقم مكون من ثلاثة ديال لي شيفر، كتعمر تحطو تمايا، وكدير التاريخ ديال الصلاحية ديال لاكارت. راه كلشي تيكون مكتوب في لاكارت بونكير اللي كتاخدها من البنك، يعني ما تجيب حتى شي حاجة من شي ورقة ولا شي. بالنسبة لي تيب ديال لاكارت اللي كاينين، كتنقى مثلا في اي بنك مشيتي تفتح عندها كونت كيف ما بغات تكون. انا عندي كونت في جوج ديال لي بنك، عندي كونت في بي ام سي وعندي كونت في سي اش. فراه الصراحه لما قلتهاش اليوم راه هما كيديروا من راسهم، كاين جوج، كاين فيزا وكاين ماستر كارد. شنو الفرق ما بين هاد الجوج هادو؟ فرق ما بين فيزا وماستر كارد، ماستر كارد ممكن غير ترسل الاموال، ما يمكنش لك تستقبل الاموال وتخرجهم كاش، ما يمكنش لك تستقبل الفلوس تخرجهم كاش. فيزا لا، فيزا كيمكن لك تصيفط فلوس وتشري بفلوس عن طريق الانترنت، ويمكن لك تستقبل الفلوس وتخرجهم كاش، يعني تخرجهم تشريهم من الكيشي ديال البنك. ماستر كارد ما فيهاش هاد الخاصية هادي. وهادو هما يعني الانواع اللي عارف انايا ديال لي كارت بونكير اللي ممكن تليهم مع هاد باي بال. هذا كان فيديو صغير وخفيف على شنو هو كونت باي بال وعلى كيفية التسجيل في هذا الكونت. الى عجبك الفيديو ما تنساناش بلايك، وخلي لنا واحد الكومونتير تحفيزي، وما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو على قدر المستطاع مع الناس. في هذه القناه هذه كنديروا فيديوهات اللي كتنشر المعرفه وفيها افكار، ويعني فيديوهات ثقافيه في جميع او لا في معظم المجالات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.